قال ما حقيقة اليوم عرف التطور، هذه حقيقة كبرت توسعت فيه إنجازات قوية، ولكن ضروري كذلك نعاون ونساعد ونشوف كيف مع أخوات والإخوة في الحكومة والزملاء اللي رافقوني اليوم. لاحظنا منذ ما جينا في هذه الولاية النقائص اللي ممكن إن شاء الله ناخذها بعين الاعتبار اليوم أو في البرنامج التنمائي لسنة 2014، ولكن شيء مؤكد أن أخواتي إخواني وكل واحد لازم يفهم باللي الزيارات اللي راهي تقوم بها في الحكومة مع الوزير الأول، واليوم تقريبا وصلنا إلى 38 ولاية، ما نظنش واحد دارها من الاستقلال إلى يومنا هذا، لأن احنا تعاهدنا أمام البرلمان وهذيك التعليمة كذلك من رئيس الجمهورية باش العمل تاعنا يكون جواري، نتصل معكم نشوف النقائص ونعالج أكثر عدد ممكن من هذه النقائص وناخذ التدابير الملائمة لحل المشاكل أو المعضلات اللي ممكن تطرح من حين إلى آخر. هذا هو دور الحكومة، هذا هو العمل اللي قايمين به لا أكثر ولا أقل، لأن تعاهدنا ومناش نعملوا في حملة انتخابية، هذه باش الأمر يكون واضح. والحمد لله الجزائر اليوم وصلت إلى درجة نتاع الاستقرار، درجة قوية بعد الشيء اللي عشناه في التسعينات والعمل اللي قام به رئيس الجمهورية والحكومة، استرجعنا تدريجيا الأمن، استرجعنا تدريجيا الطمأنينة، ورسمنا الاستقرار، لأن السر الوحيد ما فيش أسرار كثيرة باش نقدر نطور البلاد في كل ميادين هو الاستقرار. ولكن أخواتي إخواني بفضل الشيء اللي نعمنا به رب سبحانه عز وجل وبفضل الرجال وباش نرمي لهذا المستقبل، لابد كلنا نزيد نعزز وندعم الجبهة الداخلية لابد ندعمها ونقويها ونخدم بعضنا بعض بدون كراهية، ونستبعد ثقافة الحقد، ونشوف كيف الجزائر إن شاء الله تاع الغد تكون مزدهرة. عرفنا تراجيديا، عشنا تراجيديا، ولكن غير ممكن تعيد نفسها، لأن آنذاك تصبح مهزلة وحنا مناش تاع مهزلة وما كنوش تاع مهزلة، وكونوا على يقين أن الدولة تاعكم والحكومة تاعكم صاهرة على هذا الشيء، ودارسين آفاق 2014 وأبعد، دارسين آفاق 2014 وأبعد، لأن محكوم علينا باش نوصل البلاد إلى مكانتها الحقيقية في إفريقيا ومع الدول الغربية الأخرى. نغتنم هذه الفرصة قبل ما نفتح المجال إلى النقاش باش نأكد مرة أخرى عزم الدولة بقوة الحفاظ على الأمن العمومي والوقوف
كل حب مثل المجتمع مكونة المجتمع للناس. معنا باللي وقعت اللي وقع اختطاف تاع طفل صغير في قلمة وما نسمح لحتى واحد وما نقبل تماما هذه الأمور. تبعت مؤخرا بعد الإشكال اللي عرفته قسمتنا أن الحكومة خدت تدابير وزادت قوات القوانين تاعها الرضعية باش نكافح هذا المرض اللي يمس المجتمع. المجتمع الجزائري سليم، المجتمع الجزائري قاعد نبنيو فيه تدريجيا باش تكون الروح تاع الأخوة بعضنا بعض. أنا ما نعرفش الكراهية، الله يبعدها عليا، الله يبعدها عليكم. ما بيناتنا ما لازمش نعرفوا الكراهية. الاختطافات ماهيش من ماهيش من مكونات المجتمع الجزائري. فالحمد لله ونشكر مصالح الأمن اللي كانوا في المستوى المطلوب، والحمد لله طفل هذا سلك. بصح والله والله ما فيهش رجوع بالنسبة للتطبيق الصارم للقانون. الاختطاف غير مقبول. أشياء اللي تمس بمكونات المجتمع الجزائري، الشيء اللي يتمس بوحدة المجتمع الجزائري ما نقبلوهاش ونكافحوها. احنا دولة حكومة تاع التحاور، دائما بالتحاور، ما نروحوش نصطدموا مع شعبنا، مستحيل. احنا تاع التحاور، ولكن اللي يخل بالنظام العام وبالاخص لمس مقومة الشعب الجزائري اللي ماتوا عليه عدد كبير من الشهداء، انتم ما تعرفوا لهذا الشيء هذا لان عشتوا هذا الاساء، مستحيل. وباش نرجعوا كذلك الفتنه اللي عرفناها في التسعينات، مستحيل. احنا ماشي قدام، احنا ركبنا في القطار، اللي ما ركبش مازال الوقت يركب، ولكننا كان قلعنا خدينا فوتنا لا دوزيام على خير. الجزائر راهي ماشيه للامام، والجزائر ماشيه للازدهار. ونعاود ناكد لكم، وتعرفوني انا خاطيني الكذب والتغلفيط، عندنا امكانيات باش نمشي بعيد، عندنا امكانيات باش نمشي بعيد. الحاجه الوحيده نسمعوا لبعضنا، الحاجة الوحيدة نحل المشاكل تاعنا بالعقل بالتي هي أحسن. تحب تخرج للشارع اخرج في إطار قانوني، تحب تسبني سبني، متمسنيش برك حساسية تاعي، متمسنيش العائلة تاعي، متمسنيش بابا، متمسنيش كذا. خرج للشارع ما تحرقش، ما تكسرش، اطلب حقك. احنا موافقين، على بالنا باللي فيه نقايص وفيه من حين الى اخر عدم تطبيق القانون والعداله في داخل المجتمع تاعنا، ولكن بالهدوء بالهدوء، لان ماهوش تاع البيلك تاع المجتمع الجزائري اللي يهدم واللي يكسر، ماهوش تاع البيلك تاع المجتمع الجزائري. واللي يقوم بالاختطاف تاع طفل او بنت، راهو كل اللي قام باختطاف تاع بنتي ولا تاع ولدي، والله ما نخليه، والله ما نخليه. ولا ما نتكلم باسمي، نتكلم على الدوله والحكومه الجزائريه. مره اخرى والله جد مسرور بحضوري معكم اليوم. تمنيت نطلع على الجبل ماونا الفوق ناكل شخشوخه، ولكن يا للاسف الوقت ضيق ومازال عمل كبير ينتظرنا. وكل ان احنا ماشيين 2014
سنة حاسمة ولكن احنا مرتاحين لأن ضميرنا مرتاح وعلى بالي باللي معظم الشعب الجزائري ثائق كل الثقة فالذهاب إلى الأمام وإن شاء الله نلقاو الخير ونلقاو بعضنا بعض في الوقت الصحيح. هذه هي كلمة افتتاحية نتمنى أن ما أطولش معكم كثير ودرك باغي نسمع منكم وتفضلوا الشيء اللي كاين خرجوه. تفضل أعطي السيد من هنا. الجانب الصحي رانا نعاني ونعاني ونعاني بصح عندنا زوج دوز اوبيتو واحد من وقت الاستعمار وواحد انشفى خلال الثمانينات من وقت ما كانت قال ما فيها 100,000 درك قال ما سبحان الله فيها 600,000 ولا مستشفى دوريونتاسيون اي حاجه يورونتي بالعنابه اصغر انعاش اقتصادي داتو قال من نهار خرجت من 74 سياده معالي الوزير خليتي الرايه تخدم تترى هاي حابسه خليتي ثلاثه زينات يخدموا ام حابسين ممتلكات الدوله كامله تبعت الطرقات كامله نون بار نون بار اللي يقول لك تخدموا وهم في انجاز يا من عاش 2020 مطالبنا معالي الوزير الاول هي مطالب تتعلق ببعثة التنميه المحليه بالولايه بعثة التنميه الملاحظ انها مستحيل انها تتحقق في جالنا في ظل طرق وطنيه على الحاله اللي راهي هي عليه صبحنا في مراتب اولى من حوادث المرور ثم السكه الحديديه اللي قضات نقولها يعني قضات على فرص التنميه وخسرنا بسببها مصنع فرفوس لتحويل الفوسفات ومعاه امل 4000 منصب شغل. طرحتوا المشاكل متعدده ممكن نعقب شويه على تدخل او تدخلين لان نهضر معكم كما تعرفوني دائما بالصراحه. قبل ما نبدا برك بودي كانت اخت تكلمت ما كان والو ما كان والو في قلمه يا للاسف الشديد قلمه تطورت انا عارف قلمه ونتبعها من بعيد عندي اصدقاء كثيرين وصح رانا جد مسرور اليوم كي شفت وجوه من كل انواع ومن ابناء الولايه يمثلوا حقيقه الولايه واللي يحبوا الخير للولايه وبارك الله فيكم. ولكن مليح واحد يقول فيه نقايص ولكن يتكلم على الايجابيات. قال ما دروك عندها جامعه عندها بلايص زياده ماهمش مستعملين عندها كثير من المنشآت تطورت هذه حقيقة واحد ما لازمش يقول ما كان والو ما كان والو لابد نزيدوا نعاونوها باش تروح إلى مرحلة أخرى صدقوني لأن تعرفوني خدمت من قبل تقريبا في كل قطعت أشواط كبيرة عبر الوطن ككل الشرق الغرب وعندي أصدقاء في كل بلاد لأن قريب للناس أنا زدت هكذا نحب نكون مع الناس ونحب نكون مع البسطاء ونحب نتكلم مع أي شخص متفاهم معه ولا مش متفاهم معه ولكن دائما نحب نتفاهم مع الناس الكل دونك ما نقدروش نقولوا اليوم باللي ما فيهش فيه أشياء كثيرة مازال فيه اشياء لازم نزيدوها وكان امور لازم نصلحوها ورانا موافقين الكل لان البعض دخلوا قالوا 2000 ساكن لا ماشي هذه الحقيقه بالاخص كي تجي عند المنتخبين غير مقبول انا نعطيك الارقام الحقيقيه نتاع البرنامج السكني تاع الولايه 20,180 ساكن زيادة 15,035 ساكن ريفي من بينها مازالوا اللي راهم في طريق الإنجاز حقيقة وكاين اللي راهم في اللي تسلموا وعن قريب برك السيد الوالي كان يقول لي راح يوزعوا 1500 ساكن دونك الوتيرة ماشية ماهوش مشكل تاعها ونعاود نأكد والسيد قبيل تكلم
عندنا ديال فيها 1500 لأول مرة حقيقة تحققوا أكثر نزيدوا أكثر. ديتوا 1500 نزيدوا سيدي 3000 أخرى ما فيه مشكل. مع السيد وزير البناء والإسكان والعمرانة هنا 3000 مساكن أديال ما مشكل مش مطروح. القضية دوك في الإنجاز، القضية في الإنجاز مشكل برك. وغادي نتوجه لإخواني رؤساء البلديات، لازم نسرعوا في التوزيع ونكونوا في عدالة. فيش البيستون؟ فيش البيستون؟ نقصوا في البيستون، ما نقدروش نحيوه 100% ولكن نقصوا فيه.